اوكي، هنبدأ الكيس بتاعتنا. سوزي is 24 months، هي راحت العيادة عشان تعمل check up عادي. بعدين الكومبلين بتاع كان ان هي لسه ما بدأتش تتكلم، هي عندها سنتين. فأمها is not worried، بس بتقول يعني ان هي كانت she was a slow developer herself. احنا هنا مش هنتطرق خالص للجروث، يعني I presume ان هو average عشان هي ما اتكلمتش عنه في الهيلث فيزيت. كان the only notice was the speech. بس هقول حاجات احنا علقنا عليها في ال CBL نفسه. لما كنا بنتكلم مع الدكتور كان ال checkups دي آية وعاطف قالوها، وفي عدد زيارات بيبقى محطوط، انا مش عايدهم تاني، بس هم بيكوريليتوا برضو للجدول بتاع developmental milestones. انا في كل visit بتابع مايلستون معين. تاني حاجة علقنا عليها كانت إن هي slow developer، فقلنا هل السبيتش ممكن يبقى متأثر بحاجة familial، وده حقيقي إن 30% من اللي أهلهم أو ال first degree relative كان عنده مثلا delay في السبيتش، كان بيبقى أولادهم كده، يعني كان بيبقى فيه history of delay of speech. تمام، هنقلب هنكمل هيستوري. دي كملت بس الكيس بتاعتنا. هي اخذنا ديفلوبمنتال هيستوري، هي مشيت عند 13 شهر ودلوقتي بتجري. شي ساتلد ولعبت معاها وبتبني تاور من 3 بريكس. لما توريها بتمسك كريون بس ما بتعرفش تشخبط. شي بابلز لوحدها بس ما فيش كلمات واضحه بتقولها. وشي ويفز باي باي، بتمسك بتاكل بصوابعها وبتمسك بوتل بس ما بتستخدمش معلقه. she seems not interested in using it. يعني دي الحاجات اللي هنناقشها في ال throughout the presentation. مش هقولهم الوقت، يعني هقولهم على كل section. اول حاجه احنا عندنا four developmental areas انا بتابعهم في كل زياره. اول حاجه اللي هي الموتور، في language، في personal، وفي social. social يعني وفي cognitive أو mental. تمام، هنبدأ أول حاجة gross motor. gross motor دوت skill أو domain من ال developmental domains بيوصف ال posture وال locomotion بتاع ال infant أو البيبي. في هنا في الجروس موتور رول اوف 3، يعني انا كل 3 شهور بيحصل لي او بزيد ستيب بزيد مايلستون. يعني عند 3 شهور بيبدا الهيد سبورت، بعدين عند 6 شهور بتبدا تقعد الاول حاجه وذ سبورت، بعدين بيبقى وذاوت سبورت. عند 9 شهور بتبدا الكرولينج او انها تبدا تقف، يعني بتحاول انها تقف. عند 12 شهر بتقف فعلا. 15 بيبدا الووكينج، بعدين 18 رانينج. فهو احنا بنزيد كل 3 شهور بيحصل مايلستون معينه. وفي حاجه مهمه هنا، بيبدا من الكيفالوكودال دايركشن الموتور ديفلوبمنت، يعني جروس موتور ديفلوبمنت. فهي ما ينفعش تقعد بدون هيد سبورت، ما ينفعش تقف بدون سيتنج كده. فهي يعني حاجات بتبني على بعض. الريكويرمنتس انه اصلا هي تعمل الجروس موتور اكتيفيتي ديت، ان هي يبقى عندها نورمال سي ان اس، نورمال ماسكولو سكيلتال سيستم، وجود سيستميك انفايرمنت. دي كنا اتكلمنا عنها الديبريفيشن، ان هي اصلا تقدر تتعلم الكوردينيشن، انها مثلا تقعد مره بعدين تقع لحد ما شي كوردينيتس هير ماسلز وتقدر تظبطهم. يعني عندنا هنا بقى سوزي هي مشيت عند 13 شهر ودلوقتي بتجري. اذا هي الكرونولوجيكال ايج بتاعها اللي هو سنتين، وعندنا الـ developmental age الحقيقي اللي هو رانس 18 شهر وسنتين. تمام، بعد الـ gross motor تاني حاجة هنتكلم عليها الـ fine motor domain. ده بيوصف الـ upper extremity، الـ hand manipulative abilities بتاعتها، والـ hand to eye coordination. هنا she requires intact motor substrate، وبيبقى لازم عندها non-verbal level of cognitive ability معين، أو يعني إدراك معين إنها تمسك حاجات، يعني تشوف الحاجة وعايزة تمسكها. برضو related لل hand eye coordination. هنا في milestone مهم عند الست شهور، إن هي شي تبدأ transfer object من إيد لإيد. بعدين في من تسعة معلش يا جماعة، أنا I'm sorry for interruption. هو في فرق بين ان احنا نبقى targeting to the answers of the questions
وفي فرق بين الكلام اللي انا قلته واحنا وانا بقول how to prepare presentation. انتوا قريتوا فقدرتوا تجاوبوا الاسئله. زمايلكم ما قروش اللي انتوا قريتوه لان هم they were searching for other separate topic. ما انا شرحت الفاين موتور ك انتيتي لوحدها وبعدين بقارنها بالكيس وانا حاطه النورمال مايلستونز على كام. طب هقول حاجه انا عايزه واحنا بنتكلم في الديفلوبمنت نقول يعني فريم ورك كده في الاول وبعدين نبتدي نمشي جواه. زي يعني مين بيبتدي الاول الجروس موتور ولا الفاين موتور؟ هو ما دي كنت هقولها في يعني هو في تفاوت في different domains. يعني اول حاجه مثلا الجروس موتور بيبدا سريع قوي في اول سنه بعدين خلاص لو انت هتقوليها يا بقى هستناكي لما تقوليها. اتفضلي. تمام ماشي انا بس هتكلم بس على الفاين موتور انتيتي. تمام احنا كده تقريبا خلصناها بس عايزه اقارن الكيس بتاعتنا بالنورمال. شي بيلز تو 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 قصدي 3 بريكس هي هنا ودوزنت سكريبل هي هنا اقل في الديفلوبمنتال ايج من ال 15 مانس. تمام بعد الفاين موتور هنروح اللانجوج. اللانجوج عندي فيها تو كومبوننتس اقدر اعمل لهم يعني المفروض اعرفها عشان اقدر اعمل لهم اسسمنت فحصل يعني ديفيشنسي في واحده فيهم اكيد هتاثر على اللانجوج. عندي ريسبتيف ان انا اسمع وافهم الحاجه اللي اتقالت. في حاجه تانية اللي هي اكسبريسيف ان انا افهم وابوكالايز. حاجه هنا قلناها برضو ان الهيرينج اصلا بيبدا في الجستيشن يعني بيبقى اصلا بيبقى كامل في 26 week of gestation. يعني at birth هي بتبقى سامعة كل حاجة. فدي assessment المفروض انها تتعمل هي في مصر بتتعمل at 3 months of age. فهي اصلا تتولد بتسمع فدي المفروض يعني مش هنستنى لها الايج معين. الexpressive language بقى بيبدأ عند من 4 ل 6 اسابيع دي بتبقى اول حاجة بانت اللي هي بيبدأ يعمل بيبي كوينز نويز. هي دلوقتي عندها سنتين المفروض انها يعني she must be able to follow two step commands ان انا اقول لها for example take off your shoes then go sit on the table ان هي تفهمها وتنفذها ده كريسبتيف وانها تقدر تقول من نفسها two word phrases. وفي المرحلة دي ده اسمه pivotal speech يعني مثلا تقول won't use او knee down. ماشي تالت حاجة في التالت دومين الـ personal social ده احنا هي كسوشيال هي قعدت ولعبت بالبلوكس فدي تعتبر في حاجة مهمة في السوشيال هنا اللي هي السمايل اللي at 2 months دي بيسموها social smile. دي بتبقى one of the earliest indicators of cerebral function. دي مهمة ان احنا نقولها هنا لو قرينا chronological age هي اخر حاجة بتعملها او يعني الموست اكتر حاجة متطورة بتعملها هي بتاعت 15 شهر انه هي بتمسك المعلقة بس ما بتستخدمهاش. فهي برضو الdevelopmental age بتاعها هنا لو ماشي انا كdevelopment هو development انا عايزة اجي علق عليه بس development it's a continuous process. فانا ازاي اعرف ان هي مثلا ماشي هي ما وصلتش مايلستون معينه بس اللي هي هتوصل له قريب يعني هو في المفروض يكون في رينج. فور اكزامبل تيبيكال تشايلد ما بيمشيش على لينير باترن اوف ديفلوبمنت يبقى في ساعات سبيرتس ولاجز زي اللي الدكتور قالته ان في اول سنه بيبقى الموتور ديفلوبمنت عالي جدا يعني توصل بتبقى من اللي هو سليب اصلا ما بتتحركش ما فيش اي ماسل كنترول ولا نك ولا هيد سبورت لحد انه في اخر السنه على 12 شهر بيبقى البيبي خلاص بيمشي. على عكس اللانجوج بعد بقى بابلينج واصوات كده في اول سنه تقريبا ما بيتطورش حاجه. باجي بقى في السنه الثانيه بيبقى فيه سبيرت عالي وبيبدا الكلام بقى خلاص اللي هو بيكون جمعت البيبي بوكابلري بيبدا يستخدمه يحط كلمات مع بعض. فانا ازاي هقدر اجادج ديفلوبمنت بتاع اي تشايلد بالافريج؟ انا عندي تو حاجتين تو حابين استخدمهم هم ريد فلاجز.
ان انا حاجه لو وصلت لها انا كده عرفت ان هي خلاص شي فال اوتسايد الرينج، يا اما في حاجه اسمها ديفلوبمنتال كوشنت. ده تشيك ليست سي دي سي عاملاه للبيرنتس عشان يمونيتور الديفلوبمنت بتاع البيبي بتاعهم. احنا عندنا الكولم اللي على الشمال بيقول لك الحاجات النورمال المفروض التو يير اولد يكون وصل لها. بعدين في البوكس عندنا الريد فلاجز اللي هو لو حصل كده يو شود سيك ادفايس او تروح للدكتور تشوف. يعني هنا لو قارنا يعني الكيس بتاعتنا فهنلاقي ان هي عندها شيز ميسنج مايلستونز كتيره في اكتر من اريا، وشي دازنت يوز تو وورد فريزز، وكمان ان هو ما بتلعبش مع حاجه البيرسونال يعني البيرسونال اسبيكت بتاعها هي تعمل حاجاتها بنفسها برضو deficient شويه. في بقى حاجه اللي هو developmental quotient، ده حاجه زي intelligence quotient ان بس انا بحط developmental age بدل ما في intelligence بحط mental age. فلو رجعنا تاني للسلايد بتاع الجروس عشان نرجع تمام. هنا انا لو حطيت ال 18 شهر على 24 شهر ضربتها في 100 ده هيبقى 75%. 75% is considered normal، اي حاجه above 75% of this quotient is considered normal او typical growth. لو رحنا الفاين موتور هلاقيها لا 15 شهر اخر حاجه، او هي اقل حتى من 15 بس انا حطيت 15 مثلا على 24 ده 62.5%. لو رحنا اللانجويج هلاقيها 25%. لو رحنا السوشيال هلاقيها 62.5% برضو. فأنا عندي 1 domain normal وعندي 3 domain حصل فيهم delay. تمام. فإحنا هنا في الحالة ديت دي حاجة اسمها أو term wide term اسمه global developmental delay، إن هي عندها هو it's equivalent to mental retardation and intellectual disability. بس الحاجات دي global developmental delay ده term بيتقال على kids below the age of 5. لو أكتر من age of 5 أقول عليه بقى mental retardation أو intellectual disability. ده بيبقى إن أنا اسمه developmental quotient بتاعها أقل من 70% في 2 or more domains من الأربعة domains. فهي هنا عندها بس 1 هو اللي normal و 3 abnormal. فهنا هقول عليها ان هي عندها global developmental delay على عكس specific developmental delay مثلا هو بس في 1 aspect، يعني مثلا delayed motor أو delayed speech أو delayed mental development اللي هو مش هي دي case. فمن هنا نوران هتكمل بقى الـ causes واللي هنعملها history ازاي. تمام. صوت واضح؟ أوه. دلوقتي زي ما علياء ما قالت وشرحت المايلستونز، وشوفنا دلوقتي هي سوزي عندها ايه المشكلة او ايه الحاجات اللي ما ظهرتش وايه الحاجات اللي ظهرت. فاحنا من الكلام ده كله لقينا ان سوزي عندها ثلاث حاجات. اول حاجة ان هي ما بتقدرش ان تمسك القلم بس ما بتقدرش ان هي تشخبط. تاني حاجة إن هي ما بتعرفش تتكلم خالص، ما تقولش ولا كلمة. وتالت حاجة إن هي مثلاً بتمسك الشوكة وبتشو no interest. فدول تلاتة different delays في تلاتة different domains. معنى كده زي ما علياء ما قالت إن إحنا كده global developmental delay. طيب إيه هي الكوزس اللي ممكن تعمل global developmental delay؟ أول حاجة عندنا ممكن تبقى prenatal وممكن تبقى postnatal. prenatal وهو لسه البيبي intrauterine، زي مثلا congenital malformation، زي اللايسنسيفالي. اللايسنسيفالي زي في الصوره اللي على جنب دي بيحصل ان البرين سيرفيس بيبقى سموث والفولدس والجروف زون ما بيتكونوش، فالبرين ما بيعملش النورمال فانكشن بتاعته وبتعمل مشاكل بقى كتير. تاني مثال عندنا مثلا زي الهولوبروسنسيفالي. البروسنسيفالي ده اللي هو الفور برين بيفيل تو ديفلوب انتو تو هيمسفيرز، وده بيعمل بقى انسفيشنت ديفلوبمنت في الفيشال كاركترستكس زي مثلا في النوز وفي اللبس وفي البالت وفي حاجات تانية برضو كتير. تاني حاجه عندنا الكروموزومال ابنورماليتيز زي التيرنر سيندروم او داون سيندروم، في سيندرومز تانية. والتراتوجينز اللي ممكن يتعرض لها من الام زي مثلا لو في ادويه معينه تراتوجينيك او الام تعرضت لتوكسينز او اي حاجه ممكن تعمل تراتوجينيستي. كمان الانفكشن البريماتوريتي لو اتولد قبل ميعاده فهو لسه ما كملش او لسه في فانكشنز ما بقتش جاهزه. البرينيتال تروما والبرينيتال اسفيكسيا.
بعد كده عندنا بوست نيتال كوزس، بعد ما بيتولد البيبي بيبقى فيه مثلا عندنا زي الانبورن ايرورز اوف ميتابوليزم، وده بيبقى جيناتيك ميوتيشن بيحصل بيخلي فيه ديفيشنس في ميتابوليك انزيمز، فالفود ما بيتحولش الانرجي، فبالتالي الـ بيحصل برودكشن واكيوميشن للتوكسينز في الجسم، ودي طبعا بتعمل مشاكل كتير جدا. تاني حاجه عندنا اللي هي الابنورمال بوست نيتال نيوتريشن، لو الو اكمل ولا لسه؟ تكلمي الدكتور لسه ما دخلتش. قال لي الدكتور دخل تاني. اوكي جو اهيد. اوكي احنا كنا قلنا كمان تاني حاجه اللي هي الابنورمال بوست نيتال نيوتريشن، لو النيوتريشن بتاعت الطفل لما بعد ما اتولد ما كانتش كويسه، ده بيعتبر بيعمل له فيتامينز ديفيشنسي. زي مثلا عندنا اشهر حاجه الفيتامين دي، الفيتامين دي ديفيشنسي بيعمل ديلي في الديفلوبمنت. كمان عندنا الايرن ديفيشنسي، لو ان الايرن ديفيشنسي انيميا كمان بيعمل ديفلوبمنتال ديلي. عندنا كمان endogenous toxins، زي لو الطفل ده عنده hepatic failure، exogenous toxins لو هو تعرض مثلاً لأدوية بالغلط، أخذ أدوية بالغلط، أو لو هو بيتعرض لheavy metals أو insecticides أو pesticides. عندنا endocrine organ failure، وده تقريباً أهم حاجة وأشهر حاجة، اللي هو الhypothyroidism. الhypothyroidism ده من أكتر الحاجات اللي لازم نشخصها بدري علشان نلحق نعالجها، لأن كل ما نتأخر كل ما الموضوع بيبقى أوحش. زي ما احنا عارفين ان الثيرويد هرمون ده ليه دور في كل خلايا جسم الانسان تقريبا، فلو هو مش انف فده بيعمل نعم يا دكتور بنشخصها بدري امتى؟ انا هقولها دلوقتي يا دكتور، يعني هقول امتى. هو بص يا دكتور، هو انا قريت ان هو لو مثلا تشخص عند سن 6 شهور بيكون الطفل فقد حوالي 50% من بنشخصها بدري امتى؟ لا مش عارفه يا دكتور. هيل بريك ات بيرث، ممكن نعمل كيث يو تي فور ات بيرث، او نتابع مع او ممكن نعمل ده اوبلوجاتوري بالظبط. صح، هو ده على شهاده الميلاد. تمام دكتور اكمل. اتفضلي. اوكي، فلازم يتشخص بدري بقى، هنعمله اول ما يتولد وهنتابع معاه، فعلشان زي ما احنا عارفين الثيرويد هرمون مهم جدا في البادي بروسيس كلها، فلو هو مش إناف فده هيعمل ديلي في كذا حاجة، منهم الفيزيكال والمنتال ديفلوبمنت. لو إن هو لما بيتشخص الهايبوثيرويديزم في الطفل وهو عنده 6 شهور، ده بيكون لوس، بيكون فقط خلاص 50% من المنتاليتي بتاعته، ولو تشخص عند سن سنة بيكون فقط حوالي 75% من المنتاليتي، وعند سن سنتين بيكون فقط من 80-90% من المنتاليتي فوريفر. علشان كده مهم جدا ان احنا نشخصه بدري، عشان لو هنعالجه او هنبدا نعمل حاجه بعد كده. It is a very important part of the neonatal screening program. انت عارفين neonatal screening program خطوه في الكوميونتي ميديسن؟ لا لسه، او تقريبا انا ما خدتش child health دلوقتي، بس يعني هتاخدوه ان شاء الله. اوكي. في كمان الانفكشن والتروما والفاسكولار كونديشنز زي الفاسكولايتس والاذرز، زي مثلا الشيزوفرينيا والاوتيزم والابيليبسي. تمام، بعد كده بقى هنشوف ازاي ان دايجنوز حد طفل عنده جلوبال ديفلوبمنتال ديلي. اول واهم حاجه عندنا الهيستوري.
لازم نشوف المايلستونز المفروض في النورمال تكون موجودة عند الطفل في السن ده ونقارنها بالمايلستونز اللي هي عنده فعلا. وده عن طريق ان احنا بنعمل كوتشنير للكير جيفر اللي مع الطفل سواء مامته او باباه او اي حد, بنعرف من خلاله الديفلوبمنت بتاع الطفل كانت ماشيه ازاي, هل كان في مشكله ولا لا. بعد كده كمان بنشوف لو كان في هيستوري اوف اني نيورولوجيكال كونديشن, زي مثلا لو كان الطفل ده عنده ايبيليبسي بنشوف كمان لو الطفل ده تعرض سواء وهو انترايتراين او بعد ما اتولد لاي فاكتورز ممكن تاثر, زي مثلا الميتابوليك ديس اوردرز لو كان في ميتابوليك ديس اوردرز, او لو كان في انفكشن او حصل له تروما او اي حاجه. كمان السوشيال هيستوري مهمه جدا, لازم نشوف الانتر اكشن بتاعه الطفل مع مامته, هل في ماتيرنال ديبريفيشن ولا لا, هل والانفايرمنت اللي حوالين الطفل هل هي كويسه, يعني مثلا ممكن يكون انفايرمنت اللي هو فيها بتعرض فيها الهيفي ميتلز او بيستسايدز او كده, فدي ممكن تاثر برضو. الفاميلي هيستوري طبعا مهمه جدا, عشان لو كان في لو كان في حد من العيله اوف ذا سيم كونديشن. بعد كده بنعمل فيزيكال اكزامينيشن, اهم حاجه طبعا الجروس باراميترز اللي هي منها الطول والوزن والهيد سيركمفرنس, بنقيسها وبعد كده بنحطها على الجروس تشارت وبنبدا نشوف هل الطفل ده طبيعي, يعني ماشي مع الجروس تشارت طبيعي ولا هو في حاجه مش طبيعيه. الجروس باراميترز دي مهمه لان في كروموزومال انوميليز والجينيتك ديس اوردرز بتعمل او بتسبب الجلوبال ديفلوبمنتال ديلي, وبتكون بقى بتظهر بشكل مثلا ان هو يبقى قصير او طويل او عنده مايكرو او ماكرو كيفل. فمهم جدا ان احنا ناخد الجروس باراميترز دي. تاني حاجه عندنا المينتال ستاتس اكزامينيشن, ودي بتبقى بسيطه قوي عن طريق ان الدكتور بيتابع الانتر اكشنز ما بين الطفل والكير جيفر اللي معاه سواء مامته او باباه, بيشوف هل الطفل ده عارف الكير جيفر بتاعه, يعني هو عارف مامته بيتفاعل معاها في اي كونتاكت ولا لا. ثالث حاجه الجنرال اكزامينيشن, وده طبعا مهم نشوف لو في اي ديسمورفيك فيتشرز في شكله, عينيه, الجلد او الشعر, لو في اورجانوميجالي يعني في ممكن يودينا دوت للميتابوليك ديس اوردرز او كده. رابع حاجه نيورولوجيكال اكزامينيشن, ده بنشوف فيه مثلا حركه الطفل عامله ازاي, الريفلكسز في الفرات والليفت سايد زي بعض ونورمال ولا لا. بنشوف فيه كمان حركه العينين, يعني انا مثلا لو جبت له لعبه وحركتها هل هو هيتابع حركه اللعبه ويبقى مهتم ولا لا, لو جبت له حاجه وخبيتها هل هو هيبقى مهتم ان هو يشوف انا بخبيها فين او يدور وكده ولا لا. طيب احنا كده اخذنا هيستوري وعملنا اكزامينيشن وشفنا المايلستونز اللي موجوده دلوقتي هل هي متماشيه مع عمره ولا لا. لو هي متماشيه مع عمره يبقى خلاص, لو مش متماشيه لو في حاجات ابسنت يبقى احنا بنشوف المايلستونز اللي ظهرت قبل كده هل هي كانت موجوده ولا لا. بعد كده مثلا سي ان هو مثلا كان عنده مشكله في في الجروس موتور, مثلا ما كانش بيمشي, فساعتها بنشوف في الاذر دومينز في مشاكل تانية ولا لا. لو هو كان عنده في دومين واحد مشكله زي ما قلنا يبقى هو كده ديلي ان سبيسيفيك دومين, لكن لو عنده اكتر من دومين 2 اور مور يبقى دوت كده جلوبال ديفلوبمنتال ديلي زي ما هو ظاهر في سوزي. هي عندها ثلاث حاجات في الفاين, عندها فاين موتور ديلي ما بتعرفش ان هي بتشخبط, وعندها سوشيال ديلي بتمسك الشوكه وبتشون انترست, وعندها لانجويج ديلي ما بتتكلمش خالص. طيب المهم جدا ان احنا نعمل الهيرينج وفيجن سكريننج, وده لان الهيرينج او الفيجن لوس دوت بيودينا ان احنا نشوف سندرومز معينه ونقدر ان احنا من خلالها نشخص الطفل ده عنده ايه بالظبط. الهيرينج تيست مهمه قوي في الاطفال اللي عندهم مشاكل في الكوميونيكيشن واللانجوج عامه, وده لان ممكن تكون الام مثلا جايه بمشكله ان الطفل بتاعها ما بيتكلمش وهو اصلا ما بيسمعش, فهو بالتالي ما هيتكلم ازاي وهو ما سمعش او مش عارف ايه الكلام اللي بيتقال. فنشوف الموضوع ده مهم جدا الهيرينج تيست, وده لازم يتعمل اول ما الطفل يتولد ويتابع. في حاجه النيورو ايمجينج, ان كيس ان احنا لقينا الطفل ده عنده ابنورمال في حاجه ابنورماليتي في النيورولوجيكال اكزامينيشن, او لقينا الهيد سيركمفرنس مش طبيعي, او لقينا ان الجروس كيرف بتاعه في حاجه, او لقينا اللي هو عنده اصلا جلوبال ديفلوبمنتال ديلي, احنا ساعتها بنوديه لدكتور لحد اعصاب بيبدا يقول لنا احنا محتاجين نعمله ايه من الايمجينجز اللي هتساعدنا في الدايجنوز.
الاي اي جي وده بنعمله بس لو في مثلا لو في هيستوري اوف سيزر او ايبيليبسي بنبدا نعمله عشان نشوف هل هو عنده ايبيليبسي ولا لا. اللابوراتوري ستاديز بنعمل سي بي سي عشان زي ما قلنا الايرن ديفيشنسي انيميا مهمه جدا بتعمل ديفلوبمنتال ديلي. والليد ليفل لو احنا خدنا هيستوري ان هو بيتعرض في مكان او بيتعرض لليد باي شكل. والتي اس اتش زي ما قلنا ان الثيرويد مهم جدا جدا عشان هو من اكبر واشهر الاسباب اللي ممكن تعمل جلوبال ديفلوبمنتال ديلي. الجيناتيك ستاديز بقى الاهم واول حاجه بنعملها المايكرو اري. اي طفل عنده unexplained global developmental delay او intellectual disability او autism او اي congenital anomaly اول حاجه بنعملها هو ان احنا نعمل مايكرو اري. تاني حاجه الفراجيل اكس نفس الموضوع بنعمله عشان لو في unexplained او unknown cause of global developmental delay او intellectual disability. الكاريوتايبنج بنعمله عشان لو احنا شاكين مثلا في سندروم معين زي ترنر سندروم عشان اكسكلود ات. بعد كده عندنا السكريننج فور MECP2 وده ميوتيشنز وده جين بينكود بروتين اسمه MECP2. البروتين ده موجود في النيورونز بيخليها تاكت يعني بتعمل فانكشن بتاع نورمال. فلو لقينا اي ابنورماليتيز في الحاجات دي بنبدا ان احنا نوديها لحد جيناتكس يتابع معانا. اخر حاجه الميتابوليك ستاديز. الميتابوليك ستاديز ودي بالذات بركز عليها لو في فاميلي هيستوري او لو البيرنتس ار ريليفنت او لو مثلا عندها اخوات بنفس الكونديشنز دي. الطفل اللي هو بيبقى عنده ميتابوليك ستاديز ده بيبقى عنده حاجات كتير مثلا بيبقى عنده مالتي اورجان فيلير بيبقى عنده مشاكل في الديفلوبمنت بيبقى عنده مشاكل كتير جدا غير يعني الديفلوبمنت. بنعمله سكريننج تيست الميتابوليك ديس اوردرز دي ونبدا نشوف هل هو فعلا المشكله دي بسبب ميتابوليك ديس اوردرز ولا لا. طيب سوزي كده بعد ما خلصنا عايزين نشوف ايه الحاجات اللي ممكن نعملها لها علشان احنا محتاجين نعمل لها ديفلوبمنتال اسيسمنت عشان تتحسن. فاحنا محتاجين مثلا فيزيوثيرابيست عشان الفاين موفمنتس بتاعتها مثلا عشان تقدر ان هي تتحرك طبيعي وكده. تاني حاجه عندنا الانديفيدوال ايدكيشن بلين ايدكيشنال بلين ان احنا نبدا ان احنا نعلمها ازاي تعمل كذا حاجه تتعلم لوحدها. وتالت حاجه السبيتش واللانجويج ثيرابيست ده عشان الدكتور التخاطب بيتكلم معاها ويبدا ان هي تتكلم وتتفاعل وكده. محتاجه طبعا تتابع مع دكتور اطفال عشان نشوف البروس ديفلوبمنت بيتحسن او ايه الجديد يعني. واندفيدولايزد فاميليز ببدا اتعامل مع الكير جيفر ان انا بعلمه ازاي يتعامل مع الطفل ده. والسايكولوجيست نفس الموضوع برده بفهم الاب او الام او الكير جيفر عامه ازاي يتعاملوا مع الطفل ده وازاي يحسنوا من حالته. كده احنا نكون خلصنا يا دكتور. تمام. معلش أنا هسأل سؤال معلش. إحنا إزاي نقدر نقول إن الطفلة دي she is not autistic؟ هو بيتعمل hearing test بس مش عارفة يعني. hearing test علاقته بالأوتيزم. أوتيزم معلش سوري أنا سمعت غلط. لا هو في إحنا بنشوف في السوشيال دومين إذا هي بتتعامل مع الناس. إحنا في الكيس قالت إن هي she settled down to play with the doctor لما روحت عشان كده we excluded autism. بس برضو في screening بتعمل للأوتيزم تقريبا 18 شهر أو حاجة كده يعني في screening برضو للأوتيزم. موضوع مهم ها؟ محتاجين تعرفوا في حاجة زيادة يا أولاد؟ دكتور هو تمام بس هو ما في حاجات هم قالوها كتير بس مش مكتوبة في البرزنتيشن. هو لو ممكن لو في حاجه بس مهمه يزودوها قبل ما تنزل. انا عايزه اسال اصلا دكتور يعني نسيب مثلا ديفلوبمنتال كوشنت ولا نشيله وكل مثلا مش عايزاها خالص. طب الانفستيجيشن مهمه طبعا. تمام. احنا عاملين اصلا تيبل اللي اسمه ايه ده الريد فلاجز موجود و بس مش عارفه ايه تاني تشيل. الريد فلاجز موجوده اوريدي في نيلسون مش كده؟ موجوده في المحاضره separated. تمام. انا بسال بس سؤال هي الطفله دي ممكن في الاخر نو ديسكفر ذات شي از اوتستيك؟ بعد ما نعمل لها الانفستيجيشنز
الاوتيزم بتشخص بانفستيجيشنز. دكتور مش حضرتك قلتي لو مفيش سوشيال سمايل وهي مش بتاكت بلاي وما بتعملش اي كونتاكت مع المذر؟ انا الكلام ده قلته معاكم انتوا يا جماعه، انا بسال الجروب كله. يس بليز. لا لا ده كان في المحاضره اساسا. يا كان في المحاضره تمام. ايه بقى ايه الدياجنوستيك ميثود اللي انا بستخدمها؟ اللي الكلام ده مكتوب تبع ايه؟ انتوا قلتوا لابوراتوري ونيورو ايميجينج، والاوتيزم هيدخل تحت انهي حاجه يعني؟ كويستشنيرز وكده. اه ايوه كويستشنيرز اسال فيها على ايه؟ الاكزامينيشن، على التشيك ليست باي ذا واي. يعني هي تشيك ليست موجوده وموحده على مستوى العالم كله، وكل شويه بيتعمل لها ابديت للفيرجن بتاعها، وهناخدها بالتفصيل مع دكتور محمد عبد الحي في اسبوع ديفلوبمنتال بروبلمز. لكن انا عايزه افهم هو الاوتيزم كده اسمه ايه مثلا؟ على الاي على الاي كونتاكت. طب اكمل كلامي. هو الاوتيزم بيبقى امبيرمنت ان ويتش دومينز اوف ديفلوبمنت؟ في السوشيال وفي اللانجويج كوميونيكيشن. سوشيال واللانجويج. اه وفي يعني كمان اللي هي repetitive movements تبقى في ال fine motor ممكن، أو في الجروس بيبقى بيعملوا repetitive movements كده. لكن ما فيهاش أي mental issue. لا لا أقول لكم موافقين على الكلام ده؟ أنا فاكرة إن هو يعني الأوتيزم اللي أنا أعرفه إن هو 25% بس من الأوتيستيك people هم اللي عندهم mental يعني mentally. طيب يعني keep yourself ready وخلوكوا anxious كده، وعندكوا أسئلة وعايزين إجاباتها عشان إن شاء الله هتاخدوها من دكتور محمد عبد الحي في أسبوع. برضو يجي يشتكي من حاجة في الفوكس، يعني الأم هتقول إنه مش بيركز في حاجة تقريبا خالص وكده. لا ده ده أنت بتكلم على attention deficit بالأوتيزم، مش أوقات دكتور بيبقى فيه الفوكس بيتأثر؟ آه ممكن جدا، ممكن الاتنين يبقوا موجودين مع بعض at the same time. تمام تمام، هناخد كل الكلام ده بديتيلز في اسبوع الديفلوبمنتال بروبلم. تمام تمام. في اي حاجه هم قالوها انتوا ما انتوش فاهمينها؟ دكتور انا عندي سؤال بس في اللي هو الثايرويد، حضرتك قلت حاجه بعملها ات بيرث اوبليجاتري اللي هي ايه؟ النيونيتال سكرينينج بروجرام. بشوف ايه التي اس اتش يعني؟ اه بعمله طبعا، بناخد الهيل بريك. ايه يا دكتور؟ العينه نفسها بيتاخد من كعب الرجل فبيسموها هيل بريك. هيل بريك. اوكي تمام. وعاده احنا يعني الام لما بتيجي بنسالها يا ماما لما عملتي التحليل بتاع اول ما اتولد وزاره الصحه كلمتك؟ لا ما كلمتنيش. هم ما بيكلموش غير الناس اللي عندهم ابنورماليتي، ما بيكلموش حد يقول ابنك طبيعي، وساعات بيعدوه. هو نيونيتال سكرينينج في مصر بيقيس ايه تاني او بيعمل سكرينينج لايه تاني غير الـ غير لا الكونجنتال هايبوثايرويدزم؟ تعالى يا دكتور اللي هو الالبينيزم ده اللي هو بيبقى بيشوف الفينايل كتيوريا. الالبينيزم هو ايه اللي جاب القلعه عند البحر؟ جاب القلعه عند البحر ده اللي احنا نعرفه دكتور في اللي هو موضوع الكعب. البنزم في نايل كاتيجوريا دي يعني الاثنين دول مش مع بعض، اللي جاب دول عند دول يعني. لا ده يعني بي كي اتش. لا بي كيو. من فضلكم النهارده تحاولوا تقروا جزء عن النيونيتال سكرينينج في مصر يا جماعه، ده لو ما كنتوش هتاخدوه يعني في الكوميونتي ميديسن، بس لازم تبقوا عارفينه يعني. نيرو فين او منين؟ انا حضرتك بس اكتب كده نيونيت سكرين بروجرام ان ايجيبت هيطلع حضرتك احنا بنقيس ايه بالظبط. تمام تمام. دكتور حنان do you have any comments؟ لا شكرا، يعني متهيألي الاسبوع الجاي هينبسطوا اي من الديفلوبمنت. اه لا يعني بصوا تاني انا بقول اهو الاسبوع ده والاسبوع الجاي هتحسوا ان كل اللي احنا بنقوله ده كله كانت هيدلاينز لحاجات اللي هناخدها بالتفصيل. ايوه احنا بنفرش للاسبوعين الجايين. تمام تمام، متشكرين جدا جدا جدا. برزنتيشن حلوه جدا جدا جدا، فيري الابوراتيف وتو ذا تارجت ورائعه. ثانك يو فيري ماتش. يلا بقى عشان انا خلاص هيجي لي هايبوغلايسيميا ومش هعرف اكمل.
لا بس هم هايلين نص ساعة يا دكتورة شيرين 30 دقيقة بالظبط تمام يعني. لا دول رائعين الحقيقة. يا ريت اللي وراهم بيكونوا مور كونسايز بقى تبقى الدنيا. ممكن ناخد يوم كامل نفضى فيه المصطفى وناخد فيه الفاكسينيشن. ممكن